تحية طيبة عطرة ملؤها محبة والوئام، ونحن في هذه الولاية الطيبة في مقر الولاية. تعلمون لماذا اجتمعتم اليوم؟ كعيب هذه الإلكترون تبقى قطنة شفت هذه الإلكترون تبقى قطنة شفت هاني قال لك ان شاء الله تدخل وتجيك في عهد نفسك دارك ان شاء الله تصحى بعافية وتدخلها ان شاء الله. ونقولوا الحمد لله اللي قامت بنا الدولة وعاون سياحة المتضررين. المهم نقولوا قامت بها حق الإقامة، عطاوني هذه الشهادة هذه، ونشكروا سيد الوالي ونقولوا تحية الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم رانا هنا في مقر الولاية تاع ولاية النعامة مع سيد الوالي والنسائل الكبار تاع الولاية، ورزقوا لنا من حين الصفراء باش يشغل يبدو ان شاء الله في هاد الامور التصعوين تاع الناس اللي تضررت من هاد الواد هذا اللي خلقوا الفيضان هذا. والحمد لله راه مقيمين، الحمد لله الدوله الله كثر خير الدوله، والحمد لله اللي جاوا في الناس كيما هكا شادين هاد الدوله هذه. شكرهم كاملين الله يرحم السيد الوالي شاد دايره رئيس مجلس الشعب البلدي والجمعيات اللي تكفلت بتوقيعاتهم. شكرا.